مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. الازدواجية في الاختيار طريق واحد، لكن ممكن ناخده من اتجاهين، هيوصلك كل اتجاه لحتة تانية خالص، هيوصلك كل اتجاه لمكان تاني خالص. ممكن جدا اتجاه يوصلك للجنة، ده لو كان عندك شخصية وقرار، ده لو كان عندك تفكير حاسم وحازم لاختيارك، ده لو كان عندك نوع من التوحد مع نفسك، أنا اللي هعيش فأنا اللي اختار. أنا عايز واحدة مواصفاتها 1 2 3 4، وده اللي يرضيني من جوايا مش اللي هظهره للناس. انا عايز واحده شكلها كذا وطبعها كذا وطريقتها كذا، ودي اللي انا هبقى سعيد معاها بغض النظر عن رأي بابا وماما وعم وخاله، وخصوصا انك راجل. انا عايز واحده تساعدني ولما تمشي جنبي ابقى فخور بيها، فلازم يبقى فيها صفات عده، ايا كان تحفظ المجتمع او تحفظ البيئه اللي انا فيها، انا هسلك الطريق ده، وده الطريق اللي دايما بيوصل للسعاده. الطريق التاني بقى هي فيها كل حاجه حلوه وبتعجبني، بس عيلتي هتقولي هي ازاي مش محجبه؟ هي فيها كل حاجه بتعجبني، بس هسافر بيها البلد ازاي وهي بتشتغل؟ ده احنا عندنا شغل المراه عيب. طبعا دي بتبقى في العائلات مش في بلاد، يعني ممكن بلد فيها 1000 عيلة كل عيلة ليها مسار واتجاه. انا مقدرش اواجه المجتمع، وممكن على فكرة العكس، تبقى ست محجبة وملتزمة ومحتشمة وجميلة في حجابها وشيك. لا 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 لا، انا عايز واحدة تخرج بشعرها وتظهر معايا في المجتمعات، ودي وجهة نظره وتحترم برضو. هي دي الازدواجية. انت عايز ايه؟ دايما اللي انت عايزه واحد، بس مش كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. في واحد بيعمل اللي هو عايزه، وفي واحد بيعمل اللي رؤية المجتمع والبيئة اللي حواليه عايزاه، وده اللي دايما بيوصل لحاجتين. اول حاجة بيعيش طول عمره تعيس، لان ده مش اختياره، ده اختيار اللي حواليه، فهي هتسعد اللي حواليه مش هتسعده هو. والحاجة التانية بيبقى عنده يا إما علاقات تانية حلال أو حرام، فما فيش استقرار، وفي ولاد مشتتين، وفي نسبة طلاق عالية، لأن الراجل في الحتة دي تحديدا بيصعب عليا، صعب قوي نبقى ضده. ما هو برضه عايش وسط بيئته ومجتمعه وأهله، ولازم يحس بالتجانس معاهم. وفي نفس الوقت كل شخص بيسعده حاجات، انا غير حضرتك غير حضرتك، كل واحد ليه صفات، اللي بيعجبني ما بيعجبكش والعكس. طب ما دي بتبقى المفروض زيجة العمر، المفروض حبيبته وصاحبته ومراته واللي عايز يخرج معاها والست اللي بيحبها، ولو ما فيهاش خشة ممكن اقول تبقى حتى صاحبته، اللي احنا يعني في مجتمعنا نقول ده مصاحبها. طب ايه المشكلة؟ هو ليه صفات لازم احنا نحترمها، ويمكن الصفات اللي مش عاجبانا، لان مرات بتبقى صفات بصراحة فجة، بكرة هو نفسه ما تعجبوش وهما الاتنين يتغيروا، فاحنا ما نصدرش احكام. بيفضل دايما طريق واحد بس ليه اتجاهين، اتجاه انا بحب وعايز ايه ومقتنع بايه، وايه اللي بيسعدني حتى لو كل اللي حواليا مش مقتنعين، واتجاه خليني مع الموجه، يلمونا يلمونا زي بعض زي ما بيقولوا، خليني في السليم واخد واحده لحد يعلق على لبسها ولا على شعرها ولا على شغلها ولا على هزارها ولا على ضحكها، ومرات على مستواها ممكن تبقى في مستوى منخفض، بس دي الست اللي هتساعده يا فندم، ايه المشكله؟ مرات شهادتها، مرات مستوى جمالها،
تلاقي مامته بتقول دي وحشه قوي، عجبك فيها ايه؟ عجبه الحاجات اللي هي يعني خليته بيحبها، اللي هي حضرتك مش هتحسي بيها لان مش حضرتك اللي حبيتيها. موضوع شائك وصعب جدا، كان صعب عليا بصراحه ان انا اتناقش فيه مع حضراتكم لوحدي. زي العاده هستنى تليفوناتكم على الشاده، سوري، على الشاشه لمشاركتكم معايا، بس كان لازم استعين بالدكتور واستشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه الدكتور احمد علام علشان يفيدنا بالكثير في هذا الموضوع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وفي استضافتنا الدكتور استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية الدكتور أحمد علام. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. أهلا أستاذة ولاء. لما بيكون عندنا الوعكة بنستعين بحضرتك. ربنا يخليك يا رب، أنا اللي بتشرف بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك، كلك ذوق. احنا دايما عندنا ازدواجية في حاجات كتير قوي، بس النهاردة احنا ماسكين حتة الازدواجية في الاختيار للزوجة من قبل الزوج. تمام. انا مش هطول على حضرتك عشان انا فعلا عايزه اسمع رايك. بيبقى عنده اتجاهين، يختار اللي هو حبه ومقتنع بيه وبيعجبه وحسه ومتلائم مع شخصيته ومع صفاته، يا يختار المتلائم مع الجيران والعيله والبيئه والمجتمع. مش بقول يخرج عن معايير المجتمع، لا، عن البيئه اللي حواليه. يعني لو هم عايزين ست فارهه الجمال يبقى لازم اجيب واحده حلوه عشان ما يتريقوش. لو عايزين ست بشعرها علشان المجتمعات والمصايف والخروجات، مع ان المحجبه على فكره برضو بقى عندنا مايوهات شرعيه ولبس حلو قوي للمحجبات، بس هما دي وجهه نظرهم. يعني عايزين واحده الحجاب علامه التدين والالتزام، ما بيدوروش ابدا هو صفاته تتناسب مع مين وقلبه بيحب ايه. تمام. ده نعمل ايه بقى؟ لا، ده بيبقى عنده سمات شخصيه فيها يمكن ضعف في المواجهه شويه، وده مش حد قليل، لان هو برضه مواجهه الاهل طول الوقت، مواجهه المجتمع اللي بيعيش فيه. في ناس مش تصادميين، في ناس بيقلق من حته ان هو يخش في حاجه، خاصه دول اهله واللي عايش معاهم والكلام ده كله. فاحيانا كتير بيختار على حسب رغبه الاهل. طب ما هو زمان كان بيختار ايه؟ امه بتقول له العروسه الفلانيه يروح يتجوزها، يعني من غير ممكن يكون ما شافهاش وبتاع، تقول له العروسه دي من بيت ناس كويسين، كان بيروح يرتبط بيها. فبالتالي في بعض الناس سماتها الشخصيه ما فيهاش الحته دي. وكمان في ناس ممكن يختار واحده هو عايزها وهو صدامي وهيدخل في لحد الاخر، بس هينكد على نفسه حياته من ناحيه الاسره بقى الكبيره، فهيختار اللي هو عايزها. فبالتالي في ناس كتيره بتضحي باحتياجاتها وبالحاجات ورغباتها ويبتدي يختار حد هو مش عايزه. الناس دي غالبا، اقول لحضرتك، غالبا بيجي في وقت معين من زمن من حياته يتمرد. بيبتدي يتمرد ويصلح اختياره. امتى بيتمرد؟ عندما ينضج. ما احنا بنتكلم عن ممكن يكون شاب صغير لسه في مقتبل حياته، لما بينضج اول حاجه ينضج ويفقد الكثير من سنوات عمره طبعا، وبيفقد ساعات سطوة الأهل بقى، هو كبر عليها أو ما بقوش موجودين، أو مش في ناس بتتوفى، أو مش مستحمل، تعب، جرب بقى الحاجة اللي هو، فيبتدي يدور على الحاجة اللي هو كان عايزها. يحصل له إيه بقى؟ يحصل له حاجات كتير. أول حاجة بيجرح الست اللي معاه وهي ملهاش ذنب في اختياره، وهو اختارها وقال لها أنا بحبك وأنا عايزك والكلام ده كله، ما تعرفش إن مش هي دي الصفات اللي هو عايزها. النمرة اتنين بيجيب واحدة تانية وممكن برضو ما يكملش معاها نتيجة التراكمات والمشكلات والكلام ده كله، فبيعملها النقيض قوي، فيبقى برضو مش هو ده طبعا. احنا ساعات لما مثلا واحده تبقى متجوزه واحد بخيل قوي، فتطلع وتقول لا انا عايزه واحد سخي بيصرف وما تشوفش حاجات تانية، تتجوزه سخي بيصرف يطلع عنده عيوب، تلاقي مثلا ما بيقولش كلام حلو، لا انا عايزه واحد بيقول حلو، فتلاقي واحد بيقول كلام حلو طول النهار. المشكله ان ده مش بنطلون ولا فستان ولا شوز ولا اسف يعني في الكلمات، هختاره شويه واغيره واشوف حاجه تانية. ده ارتباط وجواز طبعا. وبعدين هو كمان بقى لما بيدخل في حته بقى ان هو يا اما يطلق اللي معاه يا اما يتجوز عليها، فدخل نفسه في قصص ومتاهات كتيره جدا من الاول، لان هو ما احسنش الاختيار. ودايما بنقول انا اخترت غلط، كل اللي جاي بعد كده هيكون غلط. مش معقوله اختار حاجه غلط والدنيا هتمشي معايا كويسه وصح وورديه. زي ما حضرتك قلتي، هو بعد فتره كمان هيزهق خلاص، تشبع من هذا الامر اللي ما بيحبوش، حطينا له او مش عارف يتاقلم، مش عارف حطينا له اكله ما
ما بيحبهاش، كل منها شويه وبعدين مش عاجباه. اه الاختيار في العشرين للرجاله غير اختياره في الاربعين طبعا. انا دايما اقول ما تجوزوش عيالكم صغيرين طبعا، اقل من 30 سنه انا شايفاه لا يصلح زوج، لسه معرفش هو حابب ايه بجد، شخصيته هو نفسه بحسها لسه ما اكتملتش، كل شويه بنتغير صح. احنا وهم. فانا بشوف ان من اول 28 30 سنه يبدا يختار، هيبقى هو ركز، عقل، شاف كتير، عارف مثلا واحده خطب واحده فبقى عنده زي ما بيقولوا كده خبره في التعامل، فبيبقى وصل للي هو عايزه. هو ساعات نفسه بيبقى عنده ازدواجيه جوه نفسه، صح. لا انا ام عيالي مثلا لازم تبقى محجبه، بس هو ما بيحبش كده. انا ام عيالي ما تكونش ست بتشتغل ولا بتخرج ولا بتكلم حد ولا ليها اختلاط، بالعلم ان هو متفتح وعايز يخرج مع اصحابه بزوجاتهم ويبقى معاه مثلا مراته والدنيا تبقى لطيفه ويقعدوا يضحكوا ويسهروا ويعيشوا. هو نفسه بحس ان هو نفسه بيناقض نفسه. ده ليه علاقه بالسن، 20 غير 30 غير 40، ايه الفرق بقى؟ النضج، النضج، وان هو بيركز اكتر في الحياه، بياخد بوزيشن اعلى في مناصب، في حاجات بيبقى ليه حريه الاختيار، ابتدى يتكلم، ابتدى ياخد اراء، ياخد مواقف، نجح في حياته في امور فدته ثقه في نفسه، فبدا يتغير هو كمان، تتغير افكاره، تتغير مشاعره كمان احيانا، وكمان ابتدى يحس بقى ان هو لا هو شخصيه يقدر يقول كذا ويعمل كذا، بعكس الصغير اللي كان لسه هو دايما صغير، يعني كل الناس اكبر منه، كل الناس اعلى منه، كل الناس اكيد صح وهو الغلطان. اه اكيد، لانه هو لما لسه بيبقى في سن اكبر بيبقى عنده ثقه في نفسه ان انا خلاص بقيت راجل وبشتغل وعندي مسؤوليات وكذا. أيوة. فانا اكيد هعرف اختار. هو ايه الفرق ما بين مثلا العقل بتاع واحد عنده 40 سنه والعقل بتاع واحد عنده 18 او 20 سنه؟ خبره. اه الخبره، هما الاثنين نفس العقل، المشكله الحته الخبره، ده نضج بقى عنده خبرات، عمل حاجات غلط وحاجات صح لحد ما وصل لامور معينه، التاني لسه ما عملهاش، بس القدرات العقليه واحده انما الخبرات مش واحده. الخبرات مش واحده، ما تجوزوش عيالكم صغيرين، ما تجوزوش عشان نفرح، احنا بنفرح في الاول والولاد الصغيرين بيشيلوا النتيجه العمر كله، بيقعدوا حزنا العمر كله. وكمان يعني احنا عايزين نقول ممكن يتجوزوا صغير شويه في السن، بس يكون عنده هو كمان يعني عارف يختار صح. بنقول له بقى لو اضطريت هتتجوز محتاج زوجه، حد هيسافر، محتاج ومحتاج زوجه معايا، محتاج حد يبقى معاه ونيس، في برضه رغبات الاشخاص بتختلف من حد للتاني، فبالتالي نقول له بقى احصل الاختيار كويس جدا، دور على الحد اللي انت عايزه. اه مش هنقول تحديات، ولكن اقنع اللي حواليك، ما انا دلوقتي عايز هدف، عايز حاجه معينه، الاهل مش موافقين على هذا الامر، فين بقى دورك ان انت تقنعهم وتخليهم ان هم يوافقوا؟ وطالما انا مقتنع بسهوله جدا اقدر اقنع حضرتك، انا صح. صعب اقنعك لو انا مش مقتنع. صح. نخرج من دكتور احمد علام الدكتور، انا مش قادره اقول طبعا، لا هو برضه دكتور احمد علام بقى الانسان. انت مع اختيار لو هو سنه مناسب 27 28 سنه، دايما اللي بيبقى ارجح اختيار الشاب ولا اختيار الاهل اللي حواليه؟ يعني ما هو برضه احنا بنقول هو ما بيتجوزش لوحده، دي عائلات بتتجوز مع بعض، اكيد هم برضه مرات كتير بيبقوا صح. هو يفصلها ازاي؟ افصل ازاي؟ انا صح ولا هم صح؟ هم مش فاهميني ولا انا اختياري غلط؟ يعرفها منين؟ هو الفصل دلوقتي اصبح سهل عن الاجيال بتاعتنا زمان، ليه؟ في عندك متخصصين، في ناس شغلتها ان هو متخصص زي حالاتنا كده في الارشاد الاسري، في الصحه النفسيه، في الامور الخاصه طب بالحياه. طب لو هو، وانا عارفه ان حضرتك الاستشارات عندك مش عارفه حضرتك من اعلى الاستشاريين في مصر، ولا بس حضرتك عاملها باسعار انا لا جالي، وفي ناس لما مش مقتدره، ومش انا بس، انا عارفه وناس والله زملاء كتير بيلاقي حد بيخش بيساله على حاجه بيجاوبه. حضرتك كانسان مع اختار اللي انا عايزه عشان انا هعيش مره واحده ومن حقي اتبسط ومن حقي ابقى سعيد ومن حقي ابقى راضي عن حياتي عشان لا اظلمها ولا اظلم نفسي، صح، ولا اخضع لقوانين المجتمع اللي انا مجبر عليها عشان ما ازعلش اهلي، لا طبعا، عشان ما اخسرش صحابي؟ اختار اللي انا عايزه ده قولا واحدا، واقنع بقى اهلك واصحابك واقنع طب المجتمع. لو اختار اللي حواليك هو عاوزه، ما هو ممكن لما يلاقي اللي حواليه بينتقدوا واصحابه بيقولوا له ايه ده، ومامته بتقول له انا كنت عايزه لك واحده احسن من كده، وبابا بيقول له يا عم روح وانت عرفت تختار زي ما انا اخترت، ده ما يكرهوش فيها؟ اكيد بيأثر على اشخاص، بيأثر على اشخاص، واكيد اللي سماتهم ايه بقى؟ اللي سماتهم ان هو ممكن، يعني خلي بال حضرتك، اللي حتى لو سماته شخص قوي
لما بيسمع كتير 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 الزن على الودان، يقول لك عمار مساح، كتر ما انا بكلم حضرتك في موضوع معين اصبح البرمجه بتاعت العقل الباطن طبيعي، هو اتبرمج ان الكلام ان الست دي مش كويسه فعلا من كتر الكلام. عشان كده بنقول ما بيسمع. شخصيته ضعيفه؟ لا ممكن يكون شخصيته. طب ناخد مريم عشان بقى لها كتير على التليفون. طيب ونرجع لحضرتك. مساء الخير مريم. مساء الخير مريم. زهقت وقفلت. معلش يا مريم طولنا عليكي. معلش ارجعي كلمينا تاني. يعني دي مالهاش علاقه ان هو شخصيه ضعيفه؟ لا مالهاش علاقه بالشخصيه اكتر. ليها علاقه بودني ولا لا؟ اه الزن والكلام ده كله. ولا ليها علاقه اللي بيكلمه مدى تاثيره عليه قد ايه؟ كل ده ليه علاقه بيه، ولكن احنا بنقول انت لو عندك هدف في حياتك طول النهار تسمع انتقادات، وايه اللي بيخليك تعمل كده، وده حاجه ملهاش لازمه، وانت مش عارف في غيرك عمل كده، بس بنكمل في اهدافنا اللي بي اللي بس بينجح. لو مبسوط وسعيد ده مش هيأثر عليه عشان هيبقى عارف ان تأثيره هيخسره. ايوه لو زي حضرتك قلتي لو هو مبسوط بقى في بيته والزوجه دي فعلا حس ان هو اختار صح هيتحدى العالم عشان خاطرها، انما ما يبقاش بقى من ناحيتين هو بقى هنا وهي كمان بتأكد له الكلام. بتضايقه. بتأكد له الكلام، بتأكد له كلامهم، بتأكد له ان هي فعلا مش كويسه، يا ريته كان اختار حد زيها، انما بالزبط. احنا بنقول اسعديه ما تأكدش على كلامه. محمد هيهرب زي مريم. مساء الخير يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء عليك وعلى الدكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور احمد علام. مع حضرتك اتفضل. والله هو المفروض يعني الشاب يتجوز اللي هو عايزها اللي هو نفسه فيها. صح حلو قوي التعبير ده. يعني لو هو نفسه أبويا فيها. ابويا وامي مش هيعيشوا معاها العمر. صح. وانا اللي حبيتها. صح. ولا عيلتي هينفعوني بحاجه ولا انا هنفعهم بحاجه غير بكل خير، لكن هي دي اللي انا عايزها. وهنعيش مره واحده يا استاذ محمد. وهي مره واحده بس. الواحد لما بيتجوز وهو صغير بيبقى بيختلف يعني 18 20 سنه. انا متجوز وانا عندي 17 سنه على فكره، وعندي 60 سنه دلوقتي. واتجوز اللي هو ما شاء الله. حضرتك ندمان؟ نعم. حضرتك صوتك فيه كميه ندم. انا طبعا فيا كميه ندم. بس هي جنب حضرتك لازم اكمل. لا طبعا لازم نكمل. الترابط الاسري كمان يستاهل التضحيه على فكره. ربنا اداني 5 بنات وجوزتهم وسترتهم والحمد لله، وبقيت انا وهي لوحدنا دلوقتي. طيب انت بتقول كده وهي قاعده، حضرتك جريء. لا والله هي نايمه حاليا. طيب ايوه عشان كده حضرتك مش جريء قوي. نعم. ميرسي جدا على اتصال حضرتك. لا وربنا يسعدك يا رب. بص حضرتك قال لك ايه؟ ياخد اللي نفسه فيها. ما انا برضو قلت لحضرتك السريع هو خد، لان هو فعلا زي ما حسيت نفس الاحساس ان صوته فيه ندم، ويعني نفسه ان هو كان يرجع بيه الزمن ويعمل الحاجه دي. فعشان كده بنقول لهم اهو دلوقتي بدل ما تستنى الزمن لما يرجع بيك، في ناس لسه ما اقدمتش على الزواج والزمن موجود. انت خليك انت فعلا دلوقتي سير قرارك، ولكن اقنع اللي حواليك، وحاول ان انت لما حد يكلمك يقول لك دي عمل، قول له خلاص مش عايز كلام في الموضوع ده، انا اخترته وخلاص انتهى الموضوع. انا مقتنع. صح. يعني مش كل المحجبات كويسين، ومش كل الفاكين شعرهم محترمين طبعا، ومش العكس، ومش كل اللي مهتمه بشكلها ما بتعرفش تطبخ وما بتعرفش تربي ولاد، ومش كل اللي مش مهتمه بنفسها فهي. احنا ليه عندنا ان ده التايتل؟ دي الهيئه بتاعت دي بقى اللي بتعرف تطبخ وبتنظف بيتها وولادها بيطلعوا دكاتره ومهندسين. ليه ما ممكن في ست خارقه حلوه ومهتمه بنفسها وشكلها حلو وبتهزر وبتشتغل ولادها متفوقين وبيتها نظيف وبتعرف تطبخ؟ اللي عايز الاختيار ده يختاره لنفسه، ما يختارليش. انت مش انا، انت مش عايش حياتي، ما عندكش نفس افكاري، ما عندكش نفس طموحاتي، ما عندكش نفس رغباتي، فبالتالي اختار الحد اللي يتناسب معاك انت. ما عندكش نفس ذوقي. ايوه استاذ امين هيهرب. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازي حضراتكم؟ الحمد لله تمام. اتفضل دكتور احمد مع حضرتك. تمام. هو انا رايي ان مفيش حاجه اسمها يعني راي ثابت، يعني مفيش حد اللي هو يكون ليه القرار الكامل انه يرتبط بحد، او ان يبقى ليه القرار الكامل ان هو ياخد راي الاهل، لان هي بتبقى نسبيه او بتبقى على حسب الاسره. يعني في اسره ممكن تكون بالنسبه ليها الراي السليم ان هو يبقى مشارك لاهله، وفي اسره تانية ممكن ان هو يبقى رايه هو منفصل، لان هو لو شارك اهله ممكن الاسره تكون بالنسبه لي رايها سلبي، او ان هم بالنسبه لي
ما هماش موصلين لي الدعم اللي هو محتاجه. كان مش مدينه ثقة في نفسه يختار بالضبط. ما يعني أسرة ممكن تكون سلبية أو أسرة ما هياش متعاونة، فهو بالنسبة لي هو لازم يقيس على حسب الاستفادة أو على حسب رغباته هو ممكن. تجربة حضرتك بقى إيه في الموضوع ده؟ لا أنا لسه ما فيش تجربة. لا لسه. طب أنصحك بلاش. لا كده ولا كده. هو بص هقول لك حاجه، هو الانسان اصلا يعني بيميل للي هو ما فيش حاجه عجباه. يعني احنا بعيدا بقى على اللي هو الطبيعه الحيوانيه اللي موجوده فينا، ان احنا كائن بيتحكم في رايه او متشدد. ف لا دي مش طبيعه حيوانيه. طبيعه حيوانيه، بس طبعا الهدف الاسمى او الحاجه اللي احنا عايزينها ان احنا نوصل لتعاون، تعاون ايجابي، يعني يبقى متبادل، ما يبقاش مثلا شخص سلبي او هدام. يعني يسمع على اراء الاخرين وبعدين يختار. ميرسي جدا لاتصال حضرتك، نورتني، ويا رب تكون موفق في اختيارك. ايه رايك حضرتك في الكلام؟ هو رايي ان هو نفسه متردد لسه في الاختيار. هو حتى قال لك انا ما اخترتش حد. هو طبعا كلام كويس بس هو بعد متردد. كلامنا ده مش هيختار. هو متردد حتى في كلامه، في تردد شويه في الاختيار. ان شاء الله ربنا يوفقه. في تناقض شويه برضه. شويه صغيرين. لا كده يبقى عارف هو عايز ايه، وبعدين لا لازم ما يختارش لوحده. احنا عامه نتمنى له كل خير ويلاقي الحاجه للحد اللي هو عايزه، وربنا يفرحه في حياته كلها ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور احمد، احنا بنختار وبنبني اسره. طيب انا لما باجي اختار كراجل اركز اكتر على ايه؟ واحدة أنا بحبها، متفاهم معاها، شكلها بيعجبني، طريقتها بتعجبني، بنجذب إليها، مش هحتاج معاها امرأة تانية فتبقى امرأة واحدة تكفي. أيوة. ولا أكتر ست تجيب لي ولاد تربيهم كويس؟ أصل المزيج ده مش دايما بتلاقيه في أي ستات. يعني أنا بقول لحضرتك وأنا ست، المزيج ده صعب قوي. تلاقي واحدة حلوة وشيك وبتلبس ومهتمة وذكية وبتشتغل وليها كيانها، بتعرف تتعامل مع الراجل في البيت ان هي ست وهو راجل، وتعرف تخلف ولاد ويطلعوا متفوقين، وتطبخ وتعمل المواعين وتوضب بيتها وتخرج بكامل رونقها ومحافظه على ضوافرها وعلى شعرها. ده كوكتيل صعب جدا. سوبر وومن. سوبر وومن. بس موجود طبعا. طب لو مش موجود؟ لا هو دايما هيبقى اني كفه الارجح. هو دايما اصل الاختيارات ما اقدرش ان انا اقول لكل الرجاله اختاروا بطريقه معينه. في حد بيدور على مواصفات شكليه، في حد ما يهموش في المراه غير المواصفات الشكليه، في حد تاني وده برضه ممكن بعد شويه يندم. تمام، بس انا بتكلم ان هو في حد ياكل بقى اكل معجن وفرخه مش مستويه. هو بيدور هو في الاخر عايز واحده شكلها عامل كذا كذا كذا، فهي دي اللي بيدور عليها. في حد بيدور على حاجات مواصفات اللي هي مثلا يقول لك انا عايز زوجتي تكون بتشتغل بدكتوره مش عارف مهندسه. في ناس بتدور على حاجات فيها خاصه بالمنصب بالنسبه للرجاله وبالنسبه للستات. في حد انا اسفه جدا. فضل. مريم رجعت قبل ما تخلص. طيب ماشي. مساء الخير يا مريم، عشان هي مصره تكلم حضرتك. مساء الخير يا مريم. مريم ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك؟ اخترتي ولا لسه يا مريم؟ ايه اخترتي ولا لسه؟ الو سامعاكي يا مريم، وطي التلفزيون من فضلك واسمعينا من التليفون. دكتور احمد معاكي، اتفضلي. ممكن مكالمة، ممكن عن اذنك لو سمحت، يعني مكالمة شخصية مع دكتور احمد؟ لا معاك بس انا يعني براحتك. حاضر، هستأذنك يا استاذة امل في الكنترول، يعني خدي رقمها وانا اكلمك بعد الهوا. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا مريم، اتفضلي. ففي مواصفات بتبقى شكليه، في حد بيختار منصب معين، عايز واحده بتشتغل في شغلانه معينه، فاتحه، متعلمه، عندي دي الصفات. طب لو عايزين الخطوط العريضه الناس تستفاد، يركز على اربع حاجات. يبقوا ايه؟ ميكس بقى ما بين الست اللي عايش معاها كل حالات الحب والرومانسيه والدلع والهزار والمشاعر والحاجات الجميله دي، مش عارفين هي بتروح فين بعد الجواز، واللي بتربي العيال وبتطبخ وبتطلعهم برضو اتشرف. اكيد بيركز على حد بيتحمل مسؤوليه، عندها تحمل مسؤوليه، دي مهم جدا عشان تتحمل مسؤوليه البيت والاسره. يركز على حد عندها، عشان دي اتعملت عليها بعض الدراسات، قال لك ان احنا بنفتقد بعد كده روح الدعابه، ما بلاقيش الست بقت ظريفه وبتضحك، خلي الست الفرفوشه زي ما احنا من الراجل الفرفوش، برضو الست تبقى بتضحك ومش الست الكئيبه المكتئبه المتضايقه طول الوقت. فده مهم، ما يروحش يدور على كثيره الشكوى
كثيره الانتقادات وكثيره اللوم، لان احنا بنقول ان دي واحده بتستحمل، بتستحمل شويه لان دي من بتصبر شويه، لان دي من ضمن صبورة. الامور اللي بتقتل، اللي بتقتل الحب او العلاقه، كثره اللوم والعتاب، كل شويه عملت انت ما كنتش المفروض تعمل كذا، طول الوقت بتلوم وتعاتب عليه. فبالتالي دي صفات، ثلاث اربع صفات مهمين مع الشكل اللي بيحبه طبعا. عشان ما نظلمش اهو باجي معاك اهو، عشان ما نظلمش الست في دي. في ست بتبقى كثيره العتاب والشكوى، بس في حاجات ما ينفعش، ما ينفعش تعدي كبائر. ما انا بتكلمش بقى على تعدي. ما بتكلمش على حاجات حضرتك قصدك في صغائر الامور، يعني مثلا جه متاخر على الغدا مش لازم اعمل له فرح عند باب الشقه، وكل ما ردتش على كذا انا بعت لك مش عارف، الخروجه اتاجلت، دي حاجات مش انا اللي بنقصدها. انا ما اقصدش ده، احنا دي حاجات حاجات عاديه، دي كثيره الشكوى. دي كثيره الشكوى. لكن الست اللي دايما بتشتكي، يعني في مرات ست بتشتكي بس انا بشوف معاها حق جدا. لا انا ما بتكلمش على الشكوى، حاجات يعني مثلا بيضربها كل يوم، يعني دي لازم تشتكي. لا هو دي، هو دي بيخونها كل ثلاث ايام، دي لازم تشتكي. هو دول انا ما بتكلمش عليهم، انا بتكلم على الشكوى على صغائر الامور، على صغائر الامور، وفي نفس الوقت متحمله للمسؤوليه. كمان زي ما احنا قلنا ان هي يكون عندها حته الدعابه، حته المرح، يعني ما تبقيش غلسه كده وعينيكي رخمه وقاعده بتستديله غلط. أيوة. وخليكي كده بالاضافه للمواصفات الشكليه اللي هو يحبها، لانه هو يعيش معاها طول حياته، هيفتح البيت هيلاقيها قدامه، هينام صح. اخر شكل ينام عليه، اول شكل يصحى عليه. كل واحد في الجمال بالذات ليه مقاييس. لا دي هي حاجه نسبيه، كل واحد الحاجه الشكل اللي انت بتحبه. ما انا ما بقاش مغصوب على حد، انت ما حدش غصبك ان انا هضطر اتجوز دي، عشان لا ما فيش ولا حد بيفوتك اختار زواج، ولا اختار الزواج ده اصلا صح. قطر بيمشي بيعدي، حتى القطر بيقف في محطاته وبيرجع تاني. مكتوب. فحتى القطار اللي بيتكلموا عليه ده ما بيقف في المحطات وبيرجع يقف تاني في نفس المحطات. في حد بينزل في قطر غلط ويركب القطر اللي راجع يبقى ينسى المحطة الصح. فعادي عادي جدا، مقبول. محدش هيفوته حاجة، دور على برضه المواصفات الشكلية اللي تريحك. وبنقول برضه كمان الكلام ده طبعا للمرأة، الحد اللي شكله يريحك. يعني غلبانة والله، أول ما بتتجوز واحد لو هو في إيه بتفضل تحبه. وبتقول خلاص هو أنا ما يهمنيش الشكل، أنا ما يهمنيش عارف إيه. دي. الست لما بتحب غير الراجل. الراجل لما بيحب، لو ما فضلتيش على الوتيره محافظه على يعني على الحته اللي هو حطك فيها، اهملتي بقى، ما ركزتيش، ولدتي كذا مره، تخنتي، الاهتمام راح، ما بقيتيش روقه، الراجل ممكن الحب عنده ينطفئ في ثانيه. انا بشوف كده. هي مش ثانيه بس بياخد وقت. بس مش ثانيه دي يعني سنه. شويه مش مده برضه. شويه. الست لا، الست تبقى متجوزه شكله يعني مش احمد عز ولا تامر حسني، طبعه مش احسن حاجه، ظروفه مش احسن حاجه، على الحلوه والمره، بس هي بتحبه صح. خلاص ده بقى جوزي، ودي الست المصريه غالبيتهم. يعني دي الغالبيه العظمى، بقى جوزي فانا بحبه وعايز افضل معاه حتى لو هو اسوأ حد، وده غلط. انا بحس ان ده غلط في حق نفسي. هي بتتوطن، انا معيش مع واحد اسوأ حاجه. معلش، هي بتتوطن مع شخصيه مشاعرها بقى راحت ليه، ومن الصعب الست تقعد تغير في مشاعرها كل شويه، بعكس الراجل عنده الاوبشن ده. طبيعي يا دكتور، يعني انا اتجوزت واحد بحبه وكان بيحترمني وبيهزر، بعد شويه بقى بيمد ايده وبيخني. هو الطبيعي ان انا افضل مستحمله عشان بحبه، ولا عشان انا عايزه اكمل في الحياه؟ انا احب ازاي واحد مثلا بيمد ايده بيخني بيضايقني طول الوقت؟ يعني احبه بناء على ايه؟ بناء على حاجتين. اتفضل. حاجه ان هي خايفه من المجهول، لو سبته مش ضامنه ايه، فخلاص هو بقى ده ومفيش غيره. مش حب. هنقول اللي معاه ده كده، هي بتستسهل. تمام، مستسهله. الحاجه الثانيه بيديها احتياجات اخرى غير الموضوع ده. ممكن صح. هو ليه طريقه معينه في الكلام، طريقتها بتمشي كده. خلي بال حضرتك، هو انت ما انت بتقولي انا طريقتي عايزه مثلا حد يكون بيعاملني بحنيه برفق، هي يمكن طريقتها هي عايزه الشده، عايزه في مختلفة. هي عايزة مش محتاجة ده. او هي عندها امور تانية بيديها لها، بيعرف يديها حاجة معينة، او شارية اولادها بعمرها ممكن، وبحياتها وباحاسيسها كست، ودي تحترم جدا. ما عشان كده برضه هتقولي ده مش حب، ولكن في الاخر هي مكملة ليه؟ مكملة عشان الاسباب دي، وعشان الامور الاخرى اللي بيعرف يديها. ما هي كده مش حب. صح، ممكن. انا لا بتكلم في حتة الحب، هي بتحب المرأة. الطبيعي ان انا لما انت تبقى غير لائق، غير الصفات اللي انت كنت عليها الست السوية، ان انا مش هحبك. ممكن اكمل لاسباب اخرى، ايا كان بقى، مادية، اجتماعية، عندي ولادي، انا ست مضحية، بس مش هيبقى الحب. تمام، بس هي او مش بنفس الدرجة ممكن. تمام، بس هي ممكن زي ما قلت لحضرتك مديها بعض الاحتياجات اللي هي شايفة ان هو برضو كويس فيها في الناحية دي، فبالتالي هي مكملة عشان هذا الامر. يعرف يقول لها كلمات حب في وقت، بيخرجها في حاجة، بيعمل لها حاجات برضو هي بتحبها نوعا ما. طيب. بيعرف يدلعها شوية، ممكن في حد قاسي، بس في نفس الوقت بيعرف يعمل. لا بس ده متوازن، ما في حاجات حلوة. لا انا بقول لما يتحول
من كل الحاجات اللي انا كنت بحبها او اخترته عشانها ما بقتش موجوده. ها لو كل الحاجات مش هتحبك حتى لو مكمله معاك مش هتحبك. طبعا لو كل الحاجات يبقى فقره الحب، انما انا بتكلم ان شويه وشويه. في جزئيه جات لي سؤال على الصفحه وانا بصراحه يعني لو انا مش واثقه من اجابتي ما بحبش افتي. تمام. فباجي لمين؟ لدكتور احمد علام اهل الفتوى. ربنا يخليك يا رب. احنا دايما بنقول ان العلاقه الحميمه بتبقى سبب كبير بنسبه كبيره جدا جدا في نسبه الخيانه والطلاق. طب انا واحده سالتني سؤال انا لقيت نفسي اول مره بساله واول مره بسمعه واول مره مخي يروح له. تقول لي احنا في العلاقه الحميمه تمام جدا جدا احسن حاجه. بس احنا في الحياه مالناش علاقه ببعض. اكمل ولا لا وانا لسه ما خلفتش؟ انا متجوزه بقالي سنتين وهما مأجلين بمزاجهم. بس انا لسه ما خلفتش ولاد فممكن امشي. فقلت لها احنا دايما مشكله اللي يعني كل المشاكل اللي الستات بتكلمني فيها ان دي العلاقه الحميمه مش احسن حاجه فبيخون وهم ممكن متفاهمين وبيربوا الولاد بطريقه واحده. ويعني هو الشكل الست الملتزمه اللي بيأتمنها كل الحاجات الحلوه. ففي الاخر في خيانه او طلاق. لكن دي فاجئتني العلاقه الحميمه تمام جدا جدا تقول لي احسن حاجه جدا وما بيخونيش فيها خالص. بس احنا في الحياه مفيش بينا اي تشابه. وبيقعد بقى يعمل ايه؟ يتكلم في التليفون ويشكر فيها. هل دي تتشل ولا تتنقط الاول؟ هو ما حدش قال ان كل الخلافات بتبقى جايه بس من عقد. ما هو في ناس في العلاقه الحميمه علاقتهم الحميمه كويسه ولكن زوج ما بيتحملش المسؤوليه، زوج بخيل، زوج بيع. ما هو مش شرط ان هو يعني الطرفين بيبقى عندهم رضا كامل بالشكل ده. عادي بتحصل وهو عادي. بيكلم واحده وهم مش متجانسين في الحياه. عشان ما هي قالت ما هي ردت على السؤال. هي عنده ده بيقضي الحاجه بتاعته وخلاص، حد عنده رغبه خلص رغبته، انما هو معاها مش الشخصيه بيلاقي الكلام بقى الكويس او الحاجه اللي هو عايزها. طبعا مش شرط التقارب في التقارب مع واحده تانية فبياخد من دي الحاجه وبياخد من دي حاجه تانية. فبالتالي هو ده اللي خلاها هي مش ما قالتش احنا متوافقين في كل حاجه ورغم كده هو بيخوني. لا هي قالت لا احنا كويسين في حاجه ومش كويسين في حاجات. فهو بيعمل ايه؟ بيبحث عن الحاجات اللي ناقصاها في غيرها ما بياخدش بقى منهم خيانه. ما بيخونش بقى. ما هو هو ما بيخونش يعني بمعنى ان هو الخيانه الجسديه ولكن بياخد بقى الكلام والضحك والقصص. يمكن التانيين بيسمعوه يمكن متوافقين معاه. انا مش عارف التانيين دول عدد كبير ولا واحده برضه بس. لا لا واحده بس. طيب بتسمعه وبتتفاهم معاه عندها نفس الافكار. بتقولي انا اول ما عرفت واتصل قدامي شتمها عادي جدا ولا اي حاجه ده كل ده هبل. طيب ويمكن هي زي ما هو ممكن يعني فضى وغلطه وما عرفش مثلا بقت البنت تتكلم. بنقول لها حاجه بقى من الاثنين. انت لو بتبقى كده ايوه هنقول لها لو انت تعرفي تحسني من علاقتك بيه العاديه تتساوى بقى من ان انت علاقتكم هنا حلوه وعلاقتكم هنا حلوه كملي معاه. مش هتعرفي تعملي هذا الجانب ولا تشبهي. بس ايهما اصعب يا دكتور؟ انا اقدر اروح لجوزي اسهل في ايه؟ لما اكون في العلاقه الحميمه متوافقه معاه وفي الحياه لا. انا شايفه ان ده اسهل. شوف اهتماماته ايه. صح ده يعني اسهل. لو انا مثلا بموت في الدراما وطول النهار بعيط انا بعشق مصطفى كامل طول النهار مشغلاه على اليوتيوب على التلفزيون. يعني بلاش حضرتك اسمعي اليسا لو هو بيحبها. صح. محدش في الدنيا ما بيحبش اليسا. اسمعي انغام. تمام. لو هو بيحبها. فده اسهل. ده اسهل ان انا اشوف احتياجاته ايه واعمل. الاسهل لما بيقع مننا حته في الاثنين انا شايفه ان الحته اللي هي واقعه فيها دي الاسهل. طبعا عشان كده بقول لها انت لو حذري معاه. ايوه. طبي عليه. اسمعي له شوفي مشاكله ايه. عشان كده بقول لها لو انت تعرفي ان انت تشبعي هذا بقى الجانب عنده من ناحيه انك تشوفي اهتماماته ورغباته وتعرفي تتعاملي معاه خلاص كملي معاه. لقيتي بقى نفسك مش هتعرفي مش قادره على القصه دي طالما ما فيش اولاد ممكن بقى تبتدي ان انت احنا ما بنشجعش على الطلاق ولكن طبعا. انت بتقولي انا مش ما عنديش اولاد وخايفه من المستقبل مش عايزه اقول لك افضلي مكمله وافضلي ما اصل. بص حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم لما راحت له المراه عشان قصه الخلع مثلا اللي هي اتعملت دي قالت له ان انا شايفه الراجل مثلا في صفات سيئه وانا مش عاجبني زوجي او بشوف الناس جايه من الحرب بشكل معين وهو بيصغر في عيني. ما قالهاش بقى ايه تعالي بقى اقعدي ولازم حس ان جوزها صغير في عينها او مش هينفع تكمل معاه. قال لها خلاص انت خدتي منه ايه حديقه ردي عليا الحديقه وطلقك تطليق. ده كان ايه اللي هو اتاخد منه قانون الخلع اللي موجود دلوقتي. فبالتالي ما عادش يقول لها طب نقعد ونشوف ونعمل زي ما احنا بنعمل دلوقتي. احنا بنعمل كده بنقول عشان البيت وعشان الاسره وعشان الاولاد. طالما انت شايفه ان الراجل ده من الاول بقالكوا سنتين
وانت مش ماليه عينه في الناحيه الثانيه. وهنكمل في النقطه دي عشان حبيبه بقى كتير. ماشي. مساء الخير يا حبيبه، اتفضلي. مساء النور عليكم، منورين الشاشه والله. ميرسي يا فندم، ده نورك، اتفضلي يا فندم. دكتور احمد مع حضرتك، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي يا حبيبي. بقول لحضرتك انا مخطوبه، بس انا بشوف كم عيب كده في خطيبي بيضايقني جدا، فانا عاوزه حضرتك يعني تنصحني في ما اقول لحضرتك عليهم. طب قوليه. اتفضلي. طيب بس انا حضرتك لما ببقى ماشيه مثلا معاه في الشارع وحاجه، بحس ان هو ممكن يبص بصات للبنات شويه، وساعات ما ابص له الاقيه هو شويه خلاص داير وشه كده، فانا مش عاوزه مثلا انا ابقى تلت نكديه، وفي نفس الوقت مش عاوزه اعمل من حاجه صغيره مشاكل كبيره. تمام. فعاوزه اعرف هنا النقطه دي ممكن اعمل فيها ايه واحسن حل ليها ايه. النقطه الثانيه ان هو ما بيعرفش ياخد قرار بسرعه في حاجه، فانا بتضايق جدا من الحاجتين دول. عنده كام سنه؟ هو 24 سنه. تمام. وانا عندي 22 سنه. تمام. هو اللي انت بتقوليه ده طبيعي بالنسبه لشاب يعتبر ده خارج من مرحله المراهقه لسه، فبالتالي هو طبيعي ممكن ما يكونش لسه عارف ياخد قرارات لانه ما عندوش خبرات. طيب ميرسي يا حبيبه، واسمعينا من التلفزيون. الدكتور هيرد عليك. بس يا دكتور هي دلوقتي في ده كده حاجه في اتجاهين. تمام. هي لو سكتت فهي كده ممكن يفهم انها بتقبل فالموضوع يتطور، وممكن تبقى برضو حاجه عابره، فهي بقى عايزه تعرف من حضرتك التصرف السليم تعمل ايه؟ مش شايفه ولا شايفه ولا تعمل ايه؟ تمام. اول حاجه بالنسبه للتاني انا هجاوب على تاني حته اللي هي القرارات. ده طبيعي هو لسه ما عندوش خبرات، فبالتالي عادي مع الوقت هياخد الخبرات ويعرف ياخد القرار من كتر ما المواقف تتكرر عليه. الموقف الاولاني تاخد ضده اجراء حازم، تتكلم معاه تقول له انا ما بحبش وانا ماشيه انت تعمل كده. تواجهه. المره الثانيه اللي هيعمل، المره الثالثه لقيت الموضوع كده تبتدي بقى ايه تبين ان هي زعلانه. لو هو برضه مش هامه ويفضل مكمل في هذا الموضوع تديله تهديد ان هي مش هتكمل بالخطوبه لو ما اهملنيش الخطوات الاول اهو. بعد كده الخطوه الاخيره، انا مش عايز اقول لكل حد برضه يكلمنا، احنا مش من انصار افسخ الخطوبه اطلقي اعملي، فاحنا بنقول هناخد خطوات. بس انا هلاقي واحد مصمم على شيء حاسس انه بيضايقني، بكره هيصمم على اشياء اكتر من كده وهو عارف ان هي مضايقاني، فلازم اشوف معزتي عنده عامله ازاي. الحاجه اللي بتضايقني دي هيكررها كتير ولا هيبطل اول ما يعرف؟ فهنشوف بقى ايه مع، فعشان كده نقول له مره واثنين وثلاثه ثم ناخد اجراء حازم، ثم نقول ان احنا هنفسخ الخطوبه. والله لو ما ارتجعش بعد كل ده يبقى خلاص ما تكمليش معاه، لان هو ما بيهتمش بزعلك ولا بالحاجه اللي بتضايقك. تزعل لو عارضتك؟ اتفضل. لا ولا ازعل ولا اي حاجه، بالعكس. كان هي لسه مخطوبه. تمام. الواحد بقى وهو خاطب بيبقى ماسك كده ايديها ومتكلبش ومش عايز يضيع لحظه وهو باصص لها، ومن اولها بيبصبص يمين وشمال. طب ما انا حتى لو بقى ما بيعملش كده قدامي هيفضل مخي شغال انه بيعمل اكتر من كده من ورايا. هو نفس انا لو بنتي اقول لها ستوب. لا هو نفس حته الخبرات، هي برضه واحده معديه بص عليها ولا عمل. لا تقول لك بيقعد يبص كده وكده وكده، ولما انا ابص يعمل نفسه يضير وشه ذكي. هو الشباب بيبقى لسه صغير مش عارف الخبرات بتاعته كمان. خلي بالك ده ساعات بيقعد يغيظ البنت بالحكايه دي، يعملها عشان يشوف محبتها. هو بيبص لدي ويشوف محبتها عنده عامل ازاي. ما كانتش اتضايقت، احنا بنفهم. هم اولاد، هم لسه، هو ده لسه صغير، فانا مش عايز اقول. بس انا اخاف والله اللي من اولها بيبصبص. يا دكتور الواحد في الاول كده خطيبته ماشيه جنبه بيبقى يعني لو هي مش حلوه خالص ومش احسن بيبقى شايفها الدنيا وما فيها، وانت خطيبتك ماشيه جنبك وبتبصبص، امال صح من وراها تعمل ايه؟ انا براعي حته انها ممكن يكون في بينهم بعض حب وعاطفه، مش عايز نجرح بعض يمكن يتعدل. ما احنا بنجرح بعض دلوقتي احسن ما نجرح احنا واولادنا بعدين. عشان كده بقول يمكن يتعدل، فبنديله الفرصه مره واثنين وثلاثه، ما تعدلش خلاص انا بسيبه. لكن انا مش من انصار حته ان انا سيبي. مختلفه معاك يا دكتور، لو انا مكانك لا سيبيه من اولها خلاص. اللي عينه زي الغدا ما بيتصلحش. انا قلت لك رايي ودي استاذه ولا رايي اعمل اللي انت عايزاه. احمد علامه على راسنا. لا طبعا ورايي حضرتك على راسنا. اللي عينيه زايغه من اولها ستوب والله، وافتكر الكلمه دي هيدوقك الامرين. الحقي نفسك من على البر. معانا مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي، معاكي دكتور احمد، اتفضلي. انا اسفه يا اسماء احنا طولنا عليكي، اتفضلي. اتفضلي. لا ولا يهمك عادي، يعني انا بحبك قوي وبحب البرنامج بتاعك، بيدينا نصايح يعني كده. ربنا يخليكي، اتفضلي. معاكي دكتور احمد، عندك سؤال؟ عندي قصدك يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ. حضرتك كنت متجوزة قبل كده؟ هستأذنك بس توطي التلفزيون من فضلك واسمعيني من التليفون بعد إذنك. ماشي. اتفضلي يا فندم.
حضرتك انا كنت متجوزه قبل كده واتطلقت تمام. واتجوزت تاني يعني، ومعايا عيل وكده. تمام. فالجوزه الاولانيه دي طبعا يعني الواحد شاف فيها الويل، اتعذبت فيها كتير يعني. نعوض عليك، اتفضلي. الله يخليك. وبعد كده الجوز الثاني ده يعني هو كويس جدا جدا وبيحبني الحمد قوي، لله. تمام. وابني برضه يعني في الغلط بيزعق له، في الغلط بيزعل ابن بيزعق له، حضرتك يعني؟ بيزعق له، بيقول له لا كده غلط، ما تعملش كده غلط. طب انت بتحسي بيفتري عليه ولا الولد فعلا بيعمل حاجات غلط؟ لا لا هو ما بيفتريش، لا هو ما بيفتريش عليه، لا ده هو لو ابوه فهم معاه كده. اه يعني ابوه يعني انت طب بس مش نعرف هيعمل، السؤال بتاع ايه، ممكن مش ما هي خليها تقول. بتسأل. هو اتفضل. سؤالك في ايه طيب؟ ان قال ان الجوزة هو بيزعل. يعني إيه لو عنده مثلا عيال وكده، انا لو عندي عيالين انا مش هتجوز، يعني مش هتجوز مرتين. ايوه السؤال ايه حضرتك؟ الاتصال اتقطع. انا مش عارف هل السؤال ان هو لا هي بيزعله ده بتقول ان سؤالها. هي اتجوزت، هو كويس معاها جدا جدا، تمام. بس بيزعق طب لابنها ما قالت الصغير. مش هو لو بيفترى، بيعامله زي عنده ابوه، اتنين ما انا بيعامله زي عشان ما كده يكون ابوه، بقول لها بيعلمه بيزعل. بيزعق على حاجات يعني افترى تلاكيك، قالت مش ولا افترى. ممكن بيحط صباعه في الكهرباء ايوه قالت مش افترى، فطبيعي. هو كمان عايز يقومه وعايز طب يبقى مش كويس، ما افترى، فيهاش حاجه، ما اتفضل. فيهاش حاجه طبيعي. هو انت النهارده طالما ان انت مخلياه في مقام والده وان هو بيربيه معاكي، ما هو برضه في فرق. هل هي فصلاه؟ لو هي مخلياه يربيه معاها، اذا هي لازم تتقبل الولد الصغير وده في مقام باباه، وهيبقى بيربيه بيقول له يعمل الصح والغلط، وهي بتقول لو ابوه مش هيعمل معاه الحاجات الكويسه اللي هو اه لو بيعملها، بيعملها، لا فبالتالي ما فيهاش طبعا مشكله. لا ما فيهوش طبعا. مشكله الا لو حسيت ان هو بيفتري عليه او بيعملها من نابع كراهيه ضد الولد او اه حاجه، ده وضع بيضايقه عشان تاني، يضايقه، انما عادي بس ما جدا يمدش خليه. ايده عليه لا عشان هو في طبعا الاخر هيبقى مش بابا، فهتبقى تقيلة. لا، مد الايد ده فلا مد حتى لو اليد، بابا هو بلاش. كمان مش بابا، فالولد بعد شوية حتى لو هو عشان مصلحته هياخدها، لا ده عشان جوز صح ماما. صح وانا عشان كده بقول لا، خليه عادي يربيه ويتعامل معاه، طب هو ده برضه في بياخدني مقام يا دكتور والده. لسؤال قبل الختام بسرعة، أنا ايوه بستفاد منك على قد ما أقدر. ربنا يخليك يا رب. لو هي اتجوزت واحد واتجوزت أهول تاني، اه الواحدة لو عندها الاختيارين، أربي ولادي مع واحد أنا ما بحبوش بس هو في الآخر هيبقى أحن من أي حد على ولاده، ولا أربي ولادي مع حد أنا بحبه فهبقى سعيدة فهفضل طول الوقت بسعد في ولادي وهو هيعملهم كويس، حضرتك ترجح أنهي في لا، الاختيارين؟ سؤال صعب. ارجح اللي انا بحبه، ولا صعب ولا حاجه، ارجح اللي انا بحبه، بس اختار حد برضه ولادي يحبوه. هو انا لازم، هو احنا لازم بنحط ما هي كده اختيار اشترت، مهما صعب. لا مهما جه الأب أب. ما هو الحياه بتاعه الاسره اللي مفككه، اللي ما بتحبهوش ومش طايقاه، تقعد عايشه 30 سنه ولا 40 سنه بتتعذب وتتهان ويحصل لها مشكلات، انا برضه مش حابب لها الحياه دي. انما لو فرضنا طب ان هي احنا انفصلت، هنرد ونقول اختيارها هي تدفع الثمن ومش الأطفال اللي يدفعوا ما هو الثمن. ما احنا ليه ما تختارش الحد اللي يتناسب مع اطفالها برضه؟ هو انا لازم اختار يا اما اختار واحد بس أنا يا كده يا كده؟ بحس إن الأب بتبقى عيشته في حتة تانية، معلش، ده في اباء فطار اصلا سيئين وأنام. جدا، وهو الاب اللي بيرمي ولاده ده اب محترم؟ هو الاب اللي ما بيصرفش عليهم ويسيبهم كده طب بالشهور الأب بقى اللي سنوات، بيحاجي على أولاده ده بس طبعا. هما مفيش بينهم حب، لا انا انت تحاول تتعايش؟ بتتكلمي، بنتكلم على ان هم منفصلين ولا انا اتكلمت على اساس ان هي انفصلت فهي انفصل اعتراض. مثلا قدامها واحد كويس اه وبتحبه انا وكده بتكلم عن الانفصال، انما لو هي ما ماشي، انفصلتش لو مش هو هقولها بقى انفصل. التاني ندم وعايز يرجع وبيحب ولاده، انا شايفه ان اي اب مهما اكيد كان طبعا هيبقى انا مهم. معاكي في الكلام ده، بس انا بتكلم لو واحده انفصلت وهي ما بتحبش زوجها وجالها حد كويس ويقدر يحابي على اولادها ويبقى كويس معاه، انا بقول ما فيهاش مشكله. انما لو هي ما انفصلتش او الزوج الاولاني ندم وعايز يبقى في يرجع، مشكلة فطبعا يبقى عندنا، افضل. الراجل المصري لا يقبل هذا ازاي؟ وبيعاقب المرأة بإنه بيقاطع ولاده انت حضرتك ويعمل ضد بقى لهم الرجل يا بلوك. استاذه، ولا هتعمل لنا مشاكل مع دي الحلقة الرجاله؟ الجاية عشان طب الوقت ان شاء الله خلص، عامله الوقت لنا بيطير مشاكل مع معاك. الرجاله ليه كده طيب؟ مش عامل مشاكل والله العظيم، ده ربنا ستات يخليك يا رب. ورجالة ورجالة وستات، طب خلاص احنا بنقول ما يملي علينا ايه الحمد لله، ضميرنا. ضمنا. لا الحلقات معاكي جميله، وحضرتك انا ربنا بهزر يخليك، معاكي طبعا عشان ميرسي يا رب بتوصل العالمين، الحلقه برضو بافكارك وبالمعلومات اللي عندك. ميرسي، استفدت من حضرتك، انا ربنا شخصيا يخليك يا بستفاد، رب، انا بجيب تسلمي. يعني بحاول كده اقعد اجري ورا حضرتك تيجي معانا الحلقه عشان انا لا استفدت. وانا كمان بستفيد وبحب اجي حلقات ميرسي، حضرتك ربنا جدا. يخليك، حضرتك نورتني شكرا وشرفتني جزيلا. وميرسي جدا، واختاروا اللي يناسبكم ويسعدكم عشان تقدروا تسعدوا ولادكم وتربوهم سوري وتربيهم في بيت في استقرار اسري، في حنيه وموده ودفء، وفي نوع من التوازن
لا تيجي كده قوي ولا كده قوي، شوف ربنا قال لك ايه وشوف انت قناعاتك ايه واختار، وطول ما هو جاي بكره الله يعوض علينا، ودمتم في امان الله.